كتعاني من السواد في ليديدات ديالك عييتي ما تجربي في الوصفات وتقهرتي اختي ما خلت عندك لا كان لا خاطر المشاكل بصفه عامه البنات لا اللي في اليدين ولا في اي منطقه ما كيخليوش عندنا الكانه ودائما كنتبرزطو معاهم اليوم جبت لكم احسن وصفه وغير بمعجون الاسنان غتبيض لك ديالك غتبيض لك ليديدات ديالك واي منطقه في الجسم كذلك النساء اللي عندهم الترهلات والتجاعيد اولا الكماش اولا التسبغات في ليديدات ديالهم وما حتى هما ما فقط نبغي نقول لكم جربوا لي الوصفه ديال معجون الاسنان اللي ما كتخليش الكماش كتحيد التسبغات منذ اول مره وكتعالج التسبغات نمشوا الكلف والحبوب ولا تراس يعني فين ما كانت كذلك حتى البنات اللي عندهم لي ديدات ديالهم دبرين ولا رجلات ديالهم مدبرين مفلحين مكمشين ناشفين ومقشبرين فاختي عليك بمعجون الاسنان اللي كيحيد البنات حتى الحروق ديال آه مثلا الزيت ولا الحروق ديال المطايب الله يحفظ ولا بز... الحروق بصفه عامه يعني بالانواع ديالها الكاملين كيحيدهم معجون الاسنان اللي متوفر موجود في كل بيت وفي كل منزل ولكن حبيبتي ما تنساوناش من اللايكات ديالكم بارطاجي ديالكم لا فيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وبسم الله على بركة الله غنمشيو دابا باش نتعرفوا على مقادير الوصفه الطريقه ديال التحضير الطريقه ديال الاستخدام والاستعمال بطبيعه الحال اول حاجه غزالتي ان شاء الله غادي نحتاجوها واللي هي معجون الاسنان اي نوعيه عندكم آه انا مثلا عندي هذا ديال سينيال آه عندي كذلك البنات هذا ديال فليو تاهو زوين آه صراحه عندي بزاف الانواع نوريكم الانواع كاملين اللي عندي ها هو البنات هذا من نفس الماركه كاين هذا في باللون بلون الزرق هذا البنات بالقرنفل كيجي اللون ديالو حمر كاين هذا البنات بالفاخر ها هو أه. كاين هذا البنات المسواك معروف باللون الابيض هذا هو الشكل ديالو أه. صراحه كاينين البنات كاين بزاف فاي وحده عجبها شي معجون الاسنان فدي لي سكرين هادو كلهم تقريبا البنات ما بين 5 حتى 6 دراهم مغربيه يعني ثمنهم اللي هو جد مناسب بزاف فالمهم اي نوعيه انت غتخدمي بها بحال مثلا انا غنخدم بهذا الزرق تاع فليو زوين واقتصادي يعني تبارك الله راه فيه 100 100 غرام هذا فيه غير 100 وكاين بعض الانواع اللي فيهم 125 غرام وغير ب 5 دراهم بحال هذا انا غنوريه لكم بحال هذا هو فيه 125 غرام وتهوى هو الثمن ديالو كما قلنا البنات غير خمسة دراهم مغربيه يعني الثمن اللي كيبقى في المتناول دابا غندوزو المكونات الثانويه غنحتاجو واحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوه من فئه ديال 8 غرام او 7 غرام بالنسبه البنات اللي تقولوا شنو الدور ديال الخميره الحلوه في الوصفات فالدور ديالها غزالتي هو انها كتفتح كتبيض كتعالج التجاعيد كتعالج التصبغات كتنفخ الليديدات كتعالج صراحة جميع المشاكل المهم هنايا عندي الخميره ديال الحلويات هذه من فئه ديال 8 غرام هذا هو الشكل ديال البنات اللي غنخدم فيها. غنحتاجو كذلك ان شاء الله الى النشا او ما يعرف بالمايزينا هاد النوعيه هادي تقريبا كدير 8 درهم فيها 180 غرام غنحتاجو قرعه ديال الماورد هذا البنات اللي كيصلح للتجميل وحميره العين والحمى والتجاعيد آه غادي نحتاج شويه ديال الحليب بودر اولا الحليب غبره هذا الشيء اللي كاين في الوصفه سهل من السهل البنات عرفتوا راه ما كديرش غير في اليدين لانه بزاف الناس تيقولوا لي واش كتقتصر هذه الوصفه غير دين يعني على اليدين يعني نديروا على اليدين ونحبسو لا عندك شي مشاكل في الوجه في العنق في اليدين عندك الكرمشه كما كنقولوا لهم التجاعيد في اي منطقه فممكن تطبقي عليها هذه الوصفه ماشي غير اليدين بوحديتهم المهم على بركه الله غناخذوا واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات ونضيف له كميه هكذا ديال الماورد من بعد حبيباتي غادي نضيفو كميه ديال النشا او ما يعرف بالمايزينا المعلقه الاولى والمعلقه الثانيه فاللون ديال الوصفه كيصبح بهذا اللون الابيض ما شاء الله بياض الحليب آه دابا غادي نضيفوا الحليب ودروله الحليب غبره عندي هنا نيدو فمهم كتضيفوا نتوما الكميه اللي غتناسبكم ديال الحليب اخر حاجه في الوصفه ولا في الماسك هو معجون الاسنان عرفتوا يا البنات آه راه الا عندكم شي شوار كما آه كنقولوا كتحس شميه اختي تخرجي دوك ليديدات عندك شي عرس عندك شي مناسبه بغيتي تفرحي اختي بالدبيلجات ديالك وبالخويتمات ديالك وتبيني الانوثه ديالك في ليديدات ديالك فما اختي الا انك تستخدمي هذا البصفه ممكن ديريها اليوم في الليل نهار الاخر تكون عندك المناسبه وتخرجي اختي فرحانه ونشطانه بحال لا ما كاين حتى شي مشكل باذن الله فجربوها ردوا عليا المهم يعني هنايا ناخذ انا دابا كميه معجون هو يستحسن انك تاخذيه باللون الابيض لكن انا حيت ما ليا اللون الابيض خديت غير اللون الازرق حتى هو مزيان فكنحاول انني نخلط او نجمع لانو يعني بزاف ديال البنات كي اللي لك اختي راه فيا ولا لي ولا تسبغات هادي عامين هما في يديا يعني باقين ما خلات ما في الترطيب وحتى شي حاجه ما نفعتها شوفوا القوام البنات الكريمي كيفاش داير اللهم بارك يعني الوصفه كتولي قوامها رائع جدا اقتصاديه بكل ما في الكلمه من معنى ما شاء الله هانتوما كتجي فحال هكايا كتحمق هنا هاد اللون هو اللي كي هاد القوام عفوا هو اللي كيعجبني اما بالنسبه للون فكيبقى اختياري على حساب داك معجون الاسنان شمن لون ضفتي يعني ضفتيه بالخضر غيولي خضر ضفتي بالحمر غيولي حمر ضفتي بالزرق يعني اي لون ضفتي في داك معجون الاسنان هو اللي غيتعطاك في, الوصفه ديالك المهم دابا غنطبقو غنطبق انا الوصفه على اليد ديالي باش هكذا تشوفوا ما شاء الله كما قلت لكم النتيجه مبهره بكل ما تحمل الكلمه من معنى ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك فقبل بعد ما نطبقها معكم ندوزوا الوصفه الثانيه لانه نطبقها عند الوصفه الثانيه من الاحسن او يستحسن اننا ندوزوا الوصفه الثانيه هي عباره عن وصفه سائله وانا بزاف ديال البنات يقولوا لي اختي شاركي معنا الوصفه السائله راه ما كتشاركيهمش معنا فقلت علاش لا لانه انا اصلا هذه الوصفه كنديرها ديما بالوصفه العاقده وفي نفس الوقت كندير بها حتى الوصفه السائله ديال معجون الاسنان سهلة اختي تهي اقتصاد هي دائما الاقتصاد والامان والام الوصفة المجربة والامنة هاد الشي دي ما كنصحكم به باش هكذا الحمد لله الوصفة تكون المية في المية طبيعية فشنو غادي نحتاجو غادي نحتاجو واحد الاناء او واحد البول ولا واحد بانيو كما كنقولو حنا وتضيفي فيه الكمية اللي بغيتي ديال يعني كتيرة قليلة لحسب بحال كمية ديال الماء العادي وكتجيبي هداك معجون الأسنان اللي 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 خدمت به الوصفة هذا اللون الزرق ديال الفليو وكتديري منو شوية في الوصفة وكتشدي أي معلقة ولا غير باليد ديالك وتحاولي دوبي هداك معجون الأسنان باش يرغوي ويعطي اللون ويعطي الفعالية ديالو في هاد الماء وين كتبقاي ما حتى كيدوب هذاك المعجون ديال الاسنان شوفوا البنات الرغوة حتى تكون حاضره يعني ملي غيبدا يدوب هذاك معجون الاسنان فراها مباشره يعني كيعطي هذه هاد الرغوه هذه شوفوا تبارك الله الرغوه كيفاش دايره بحال دايرين الصابون حنا راه ما درنا حتى شي صابون كلشي كان امامكم ما شاء الله فمن بعد ما كتولي الوصفه مرغويه بهذا الشكل هذا كتاخدي اليد ديالك او الرجل ديالك ولا اي منطقه فيها المشكل بحال هكا مثلا انا غندير هنايا ندير اليد ديالي وكتشدي داك الماء من الفوق تكبي على اليد ديالك نتمنى الفكره تكون واضحه عفتو بعدا دا. وانا دابا كنمسلما يلا طبقت يلا يعني خلطت الوصفه عفتو واحد الملمس رطبه وملس أم ديال معجون الاسنان يعني بالمناسبه هاد الوصفه راه كترطب حتى لديدات لانه بزاف ديال المتابعات تيقولوا لي ليديدات ديالنا دي 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 ولاو بحالهم بحال الراجل حارشين كحلين ما فيهم ما يتشاف اختي جربي هاد الوصفه والله ما غادي تندموا زوينه 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 بزاف لواحد الدرجه راه ما تصورش لكم البنات على البال شوفوا اللون شفتوا ها انتم حبيباتي كتبقاو تشدوا الوصفه من الفوق وتنزلوها على اليد ديالكم من تحت حتى ترغوي بها مزيان مزيان وديري لها بحال هكايا بحال شي ماسك انا دابا دي غندير اليد التانية لانه يعني ديالها درت الوحده باقي لي اليد التانية. يعني هاد الرغوه دي وقتا تشوفوها تقول ماشي اشكال في الوصفه الا بالعكس باش ما كانت الرغوه باش ما مزيان يعني معجون الاسنان كيكون نوعيه مزيانه واخا هذا البنات راه رخيص يعني ما ما الثمن يعني ماشي دائما كناخذوا قاعده ديال انه اي حاجه رخيصه خايبه بالعكس ممكن ناخذوا اي حاجه غاليه ونلقاوها بالنسبه لينا حنا خايبه على حسب مهم من بعد ملي كتشدو يديكم يعني ما بين خمسة حتى ل 15 دقيقه وكتوضعوا فيهم ولا تكبوا عليهم هذا المحلول وتدهنوهم مزيان غير باليد ديالكم كل ايد كتحك ايد ف كتاخذي هذاك الماء ثاني وبحال كت كديري به ماساج اليد ديالك بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم هذا المحلول حاولوا البنات توزعوه على اليدين ديالكم بجوج ما بين خمسة حتى ل 15 دقيقه يعني ربع ساعة ما بين خمسة دقائق حتى ربع ساعة ومن يدهنوا تسالو حاولوا تغسلوا اليد ديالكم من هذا المحلول هذا ومباشره دوزو ترطبوا الناس اللي تقول لي واختي باش غنرطبوا حنا راه تقهرنا بدوك الكريمات ديال اليدين ما كاينه 50 درهم سبعين 60 درهم 70 درهم ودغيا كيتقاد علينا عطينا البديل عطينا شي حل حنا دراوش الحمد لله كنا دراوش البنات راه حتى وحده ما من الاخرى غير باش تعرفوا وكنا كنبغيو نتهلاو في راسنا باشياء اللي هي طبيعيه واقتصاديه وهذه الحاجه هادي البنات هي اللي الحمد لله كنطمح ليها ديما في الوصفات ديالي منذ انشاء القناه او منذ افتتاحها لحدود الساعه دائما كنهتم بالوصفات الزوينه الامنه المجربه وفي نفس الوقت الاقتصاديه فهنايا كاين هذا الفازلين هذا البنات ديال الحامض ها هويا هذا راه كيصلح للشفتين آه ليديدات رجيلات اي منطقه ممكن ديري حتى لي بارتي انتيم للوليدات الصغار البنات تمن خمسة آه ديال الدرهم مغربية الرخا والرباخه غير اللي ما بغاتش اختي تنوض تجرب هذا اختي نصحك به في الليل قبل ما تبي تنعسي يعني حتى كتبي تحطي راسك على المخده وصافي تحط التليفون وداكشي كاملو كامل يعني تكوني عسيتي الوليدات تعشيتو كل شيء وكتخدمي منو واحد شويه وكتدهني به يديك كتوزعي على ليديدات ديالك عرفت واحد الترطيب راه ما نعاودش لكم عليه هي البنات معجزه آه والثمن ديالو ريال وفيه كميه كبيره يعني معقوله آه مفيش ما فيش مثلا غير شي شويه لانه بزاف الناس يقول لي اختي راه واحد الحك بلا ما نذكر الاسم ديالو هو مخصص لليدين الثمن ديالو اختي 35 درهم ولكن راه العلبه ما كديناش حتى 5 ايام طبيعه الحال هذا ضرر الناس اللي ما فسطعتهاش تبقى تاخذ كل مره وسعة هديك العلبه فهذا اختي نقول لك على ضمانتي انه يديك شهر ب 100 شهر ب 100 راه غلى على مسكين وما كيديرش غير اليدين الرجلين قبل ما تبيت نعسي الا عندك مفلحين في دخل فيهم درهم ولا فيهم سيكاتريس ولا لا آه ديريهم ليديك دي راه وريتكم البنات الطرق الكثيره الكثيره ومتعدده دابا البنات غندوزو باش نطبق معكم الوصفه الاولى واللي هي سهله مهله هي هذه البنات بسم الله شوفوا حتى القوام ديالها كيفاش داير كريمي رائع كتحاولوا تاخذوا واحد الميكا اولا السلوفان ولبسوه لبسوا الميكا ولا السلوفان روليه روليه هكذايا ودوريه على آآ آآ اليد ديالك شوفي اختي انا نتمنى يكون كيبان لكم في الكاميرا مزيان صافي هكايا يا ولبسي ديك الميكا ولا رولي عليه السلوفان خليها تعرق مزيان ما بين 5 حتى 15 دقيقه حيدي السلوفان ولا الميكا وغسلي لي دي ديالك دي ورطبيهم باي كريم ولا باي فازلين هذه آه اختي هي الوصفه اللي رخيصه وزوينه واقتصادية البنات وغير بالمكون الاساسي ديال معجون الاسنان قدرنا اختي نصنعوا جوج ديال الوصفات وصفه سائله وصفه عاقده كريميه قول لنا في التعليقات انا وصفه عجبتك النتيجه منذ اول استعمال هاد الوصفه كنصح بها يوميا يعني الا عندك مشاكل كثيره وكحوليه وزروقيه وتتخلصي منهم في اقرب وقت ما أقرب مده ما بين 3 وبالنسبة للمحلول نصحك به تهو تقريبا ما بين حتى 7 أيام يوميا بعد ممكن تحبسيه وديري غير مرة في الشهر او جوج مرات في الشهر بنفس الشي ينطبق طبق لهذا الوصفة الكريمية هاد الشيء اللي حبيبتي حبيباتي بصحتكم وراحتكم تلقى معكم في فيديوهات مقبلة مزيد ان شاء الله من الوصفات الاقتصادية والرخيصة بسلام عليكم